لا لولا، الحكاية دي تشيليها من دماغك خالص. أنا الجدع ده بيني وبينه حساب ولازم أصفيه بمعرفتي. وهو يعني أنت متأكدة بقى إن لو أبوك اداله الفلوس دي هيطلقك؟ أيوه طبعا. جرى إيه يا ولية يا عديمة الزنزنت؟ فلوس إيه اللي اداها له؟ ها؟ فلوس إيه؟ دي ناس الشقة والعربية والمبالغ اللي عمالة تصرفيها عمال على بطال شمال ويمين وإن بتوين. أكمل له فلوسه منين أنا بقى؟ ولا يهمك يا سيدي، إن كان على الفلوس اللي صرفتها أنا معايا اللي يغطيها، هات بقى الفلوس اللي معاك وأكمل عليها ونخلص من القصة دي خالص. وحق يضيع؟ حق أبوك يا لولا. حقك في إيه؟ ده كان عاوز يقتلني. ما تقولي لها يا ست نجمة، ولا أنت قاعدة كده خلاص؟ قولي لها إن هو تهجم علينا وكتفني وضربني وكان عايز يموتنا على الجوز. وبعدين يا لولا أنا لسه ما خدتش حقك منه، وكلكم وحقك أنت كوم تاني. أنا لا عايزة حقوق ولا عايزة نيلة، أنا عايزاه يطلقني وأخلص. سيبيلي أنا الموضوع ده، وأنا هخليه يقول حقي برقبتي، أنا هخليه يطلقك بمعرفتي. والله العظيم ما هيطلقني غير لما ياخد الفلوس اللي عندك، فهمت؟ وانا مش هديله مليم. قرش واحد مش هيشوفه مني ويبقى يجي قابلني، ده اذا طلع من السجن اللي هو متلقح فيه. صدقني هيطلع، وليد مش هيغلب، ده عنده بدل المحامي 10. هو اصلا المحامي بتاعه اتصل بابوكي. حصل، اتصل بي عشان اتنازل، وانا قلت له لا مش هيحصل. فورجيت ات، يعني انسى التنازل. هيقتلك ويقتلني. الأعمار بيد الله يا أمه. بعدين يا بنت ما تخافيش، أبوكي مسنود جامد ومعاه ناس كبار قوي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ولا كبار ولا صغيرين. إديني الفلوس وأروح أقابله ونخلص من الموضوع ده خالص عشان خاطري والنبي. وإذا قلتلك مش هينفع هقولك يبقى أنت كده ناوي تدمرني. أدمرك؟ هو في حد في الدنيا دي كلها عايز مصلحتك أدي؟ لو عايز مصلحتي بجد رجع له الفلوس أبوس إيدك. ما تتكلمي يا ست، انت ساكته ليه؟ هنقوله ايه بس؟ قولي له رجع الفلوس اللي خدها. هو يعني لو رجع الفلوس وانت كملتي عليها واديتيها له احنا هنعيش ازاي؟ ولا تكونيش ناويه ترجعينا اسكندريه للهم والغم اللي كنا عايشين فيه؟ هو ده رايك؟ بص يا لولا، انا رايي انك تسيبي الموضوع ده لابوكي وهو هيعرف يتصرف. انا مش عارفه اقول ايه، انا مش لاقيه كلام يتقال لكم انتوا الاثنين. قوموا اطلعوا بره يلا. ايه بتقول ايه؟ هيبقى لولتي كده؟ اهدي يا بنت اهدي. انت بالذات تطلع بره، ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. يلا بره. اتلمي يا بنت لابوكي. انا ماليش ام. ايه بتزعقي لامك يا حصانه؟ وماليش ام كمان. يلا اطلعوا بره بدل ما ندهلكوا الامن وطردكم بره. ام يا حصانه ام. لا خلاص يا اخي، يلا يلا نكمل. لا يا عبد الحفيظ استنى. جرايب انت محدش هيعرف يلمك ولا ايه؟ من فضلك ما تتكلميش معايا وسيبيني في حالي. اطلعوا بره، مش عايز اشوف وشكوا تاني. اعتبروني مت. ولا تعتبروني ليه؟ ما انا مت خلاص. يلا نجم يلا سيبيها تهدى شويه، يمكن لما تهدى تفوق وتعرف غلطها وهتعتذر ان شاء الله. بس احنا هنرفض الاعتذار. قلبي مش مطاوعني يسيبوها كده. ما تمديش ايدك عليا يا بنتي. ما تقوليش يا بنتي، انت هتطلعوا بره ولا اعمل لكم مصيبه؟ اما هو انت عشان ترتاحوا. ليالي ليالي تجننت يا بنت؟ اللي انت بتفكري فيه ده حرام. استغفر ربك استغفري. احنا ماشيين ومش هتشوفوا وشنا تاني الا لو عوزت مننا حاجه. يلا يا نجمه يلا.